بسم الله الرحمن الرحيم، تلمذة السنة الرابعة متوسط، أقدم لكم تمرين فيما يخص خاصية طلاس. أنتبهوا مليح. إذن في الشكل المجاور محيط المثلث هو ABC 17 سنتيمتر محيط. والباقي عندك AC 3 سنتيمتر، AE 2 سنتيمتر، AB 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر. المطلوب منا هو BC، الطول لي بي سي، الطول لي ان لهنا، هاي لهنا، نديرها لهنا بال مطلوب هو هادي، هي هادي، و ان، ان هادي. إذا المستقيمات التي لها اللون الأحمر هي المطلوبة حسابها. إذن نبدأ. حسب خاصية طلاس واش عندنا؟ AE على AB يساوي AN على AC، EN على BC. كيف راح نلقاو BC؟ BC هي المحيط 17 سنتيمتر ناقص 6.3 يساوي 8 سنتيمتر. إذن بي سي هي المحيط 17 سنتيمتر ناقص 6+3. فيما يخص أن، أن عندك AE على AB يساوي AN على AC، معناه AE قداش؟ AE 2، AB قداش؟ 6، AN AC 3. إذا من هنا نستخرج AN 3 مضروب في 2 على 6 معناه 1 سنتيمتر. إذن هذه هي النتيجة لAN، هذه BC. قلنا EN AN على AC هي EN على BC، معناه AN هي 1، AC هي 3، EN غير معروفة، و BC هي 8. من هنا نجبد ولا نستخرج EN هي 8 في 1 على 3، 8 على 3.
الآن هذه هي القيمة تاعها. وانتهى التمرين، والسلام عليكم.